نطلب من الله ومنكم تساعدوني باش نعاون وليداتي. دير عملي ربع سنين هذه باش مطلقة، بغيت لي ساعدني باش نخلص الكرة جوج، واحد عنده 7 سنين وهذا عنده 4 سنين اللي معايا هاد الواليد معذبة بزاف، ما كنلقاش باش نخلص ليه من الكرة. هاليوم خاصني نخلصو يوم 3 في الشهر، ما كنتيش باش نخلصو. لا حليل لا رحيم اللي كيعاوني، نطلب من الله من خوتي المحسنين اللي يعاونوني. ما عنديش كنبيع حوايجي اللي ما كنلبس كنبيعو باش ناكل انا وليداتي، عندي جوج. واليوم خير اليوم 8 باش خرجت من السبيطار، ما كانش باش نعاون ولادي، كنبيع حوايجي باش نعطيهم ياكلو. فتحت على الكيس، درت جوج عمليات في خطره، عندي واحد في اليمين واحد في اليسار. فتحت عليه بالله يصير حيدو ليا، عاوني واحد واحد في الجمعيه فتح لي داني للسبيطار، ما خلصت ريال واخا عندي الراميل خاصك تخلص الطبيب. وهذا ما كان بغيت لي ساعدني، اللي كنطلب من طلق 4 سنين هادي ما كيعرفش ولادو حتى بدكه البرا، ما قدرتش باش طلعيه باش صافتي للمحكمه ديال الاسره. ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى وجه الاحباب، ما عندي حد باش غطلعي وصابطي. وخاصك باش تجري تشاري، كنقول شوف حل الامور الى الله، نطلب الله من خوتي المحسنين يساعدوني. عطني عام باش عاد نخدم، عطني عام من هاش تقول باش اش غديري، جوج ولاد باش غتعاونيهم باش غتكبريهم.